الشخصين اللي معي فاتوا وأنا ما دخلت، أنا ممنوع أدخل بالاسم. إليكم ملخص دراما طرد غيث مروان لبيسان إسماعيل يوم عرسه. No invitation. No entry. يا جماعة خلصت الميك اب ولبست الفستان، صراحة كتير متحمسة اني ورجيكم اللوك. فقبل يومين احتفل غيث مروان وسارة بزواجهم المنتظر بحضور عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، حضروا خصيصا لدبي لحضور الحفل. إلا أن الحفل انقلب من فرح لدراما، اكتسحت السوشيال ميديا من بعد ما شاركت بيسان إسماعيل مجموعة من الستوريهات كشفت من خلالها أنها انطردت من باب قاعة الحفل من بعد محاولتها للدخول كواحدة من المدعوين. القصة ما فيها أني أنا شفتهم قبل بكم يوم وانعزمت وكل شيء كان تمام. رحت لهنيك زبطت حالي، زبطت الفستان وكل شيء كان تمام. رحت مع شخصين فسكيورتي قال لي انه انا ممنوع افوت، ففكرت في شيء غلط او هو ما فهم علي او في شيء صاير، فالشخصين اللي معي فاتوا وانا ما دخلت. بعدين بعد شوي بيجيني تليفون من جوا انه انا ممنوع ادخل بالاسم، ما بعرف ليش. وصرحت من خلال هالستوريهات أيضا أنها التقت بغيث وسارة قبل كم يوم وتم دعوتها لحضور الحفل، فكان هاللقاء بحفل نور ستارز بمناسبة 20 مليون. فشاركت أنذاك بيسان ستوري مع غيث مروان وسارة وظهرت وهي عم بتبارك لهم فيه. وخلينا نقول مبروك لأحلى عرسان. فبعد ما انتشرت هالستوريات وبشكل كتير كبير وقت ما كان الجميع بحفل غيث وسارة، طلعت أخت غيث لما من خلال ستوريهات وعلقت بي No invitation no entry، بما معناه لا دعوة لا دخول. هذا اللي خلى الجميع يوجه أصابع الاتهام على لما كونها هي اللي قامت بطرد بيسان. يا جماعة عم بتقلي انه كتير بيشبهوها فيني. عن جد نص دايركت مسج انه انا وانتي كان نفس دورة الوش كرمال هيك نفس الخدود. لا يطلع غيث مروان من خلال مقابلة حصرية مع اي تي بالعربي ويصرح انه ما قام بطردها، بل كان فيها تتصل فيه او بسارة ليدخلوها للحفل. وصرح غيث ايضا انها ما كانت معزومة، وبنفس المقابلة نفت لما اخت غيث مروان اشاعات انها من قامت بطرد بيسان، وصرحت انها ما عندها ولا مشكلة معها. بترد بيسان من خلال مجموعة من الستوريات وتصرح ان سارة زوجة غيث هي من قامت بطردها. وشفت شيء صراحة كتير زعجني، شفت اني فوق ما الموقف اللي انحطيت فيه اللي عن جد ما بتمناه لعدوي، فوق كل هاد انا عم بتكذب. يا جماعة انا انسانة كرامتي فوق كل شيء، انا مستحيل اروح على مكان ما اكون معزومة عليه، مستحيل. انا شفت غيث وسارة قبل بكم يوم من عرسهم بمناسبة معينة، التقينا وانا طبعا مو اول مرة بلتقي بغيث، انا غيث بعرفه من شي 3 سنين والتقينا وصورنا مرة فيديو على قناته هو بيعرف. عزموني مثل ما عزموا كتير ناس هنيك على الحفلة، ومشان موضوع سارة اني انا شفتها بصراحة معك حق انا شفتها فعليا، بس انا ما كنت حابة اجيب هالسيرة مشان ما اذيها. انا ماني طالعة اذي حدا، انا ما بدي اذيها وما بدي اقول انه هي بالذات اللي رفضت دخولي على الحفلة. والجمهور انقسم لنصين حاليا، نصف مؤيد لبيسان ومتهمين لغيث بطردها عمدا، وجزء مدافعين لغيث.